يعني حمد الله لاعب حقيقة أسطوري، واحد أفضل المهاجمين يمكن اللي مروا في تاريخ الرياضة السعودية، سواء كان على المستوى المحترفين الأجانب أو حتى على مستوى المحترفين المحليين. أنا ما أتذكر أنه أحد قد يمكن قورن أو في النصر أو حتى مجرد يعني ذكر اسمه بجانب اسم ماجد عبد الله يعني سوى حمد الله حقيقة. طبعا الموسم ماجد هذا ماجد عبد الله قصدك؟ ماجد عبد الله بجوار اسم ماجد عبد الله. فأقول لك الموسم هذا يعني فعلا لا تحسبه على حمد الله، أنت لما تجعل الإنجاز العظيم اللي حققه وتجده في موسمين، موسم هذا أولا لن يحسب، وأتمنى أنه أيضا حتى جمهور النصر يعني ما يكون يسجل على حمد الله، لأنه مثل ما ذكرنا قبل حلقتين عن جوميز نذكر عن حمد الله المهاجم يتأثر بعطاء الفريق. النصر هالموسم مش في أفضل حالاته، وحتى عدد المباريات القليلة اللي لعبها حمد الله هذا الموسم كانت في يعني أسوأ أوضاع النصر الفنية، عندما حتى النصر انتعشت كان حمد الله مصاب، فما تقدر تحكم عليها الموسم. 100 هدف يعني في خلال موسمين أو في 90 مباراة اللاعب لعبها رقم لن يتكرر. احنا عرفنا حمد الله أيضا نحطم الأرقام القياسية في الدوري السعودي من أول مرة. أنا أيضا قبل شوي احنا ننتقد حمد الله في بعض الأمور، لكن هذا لا يلغي يعني قيمته اللاعب كهداف ولا يلغي قيمته في قلوب جماهير النصر، وهذا اللي لازم حمد الله أيضا يعني يبحث عنها. أنا أعرف أنه حمد الله لاعب محترف، محترف أجنبي، ويبحث عن تأمين مستقبله، وهذا حق مكفول لكل للجميع، أيضا كما يعطيه داخل الملعب يبحث عن حقوقه جميعا. لكن ما تحقق له مع النصر طبعا كان بالتأكيد ما يعني بإمكانياته هو، لكن ما تحقق له في مرحلته مع النصر لم يتحقق له في مسيرته كلها. يعني في عوامل صحيح. أي أنا أقصد عوامل التوفيق أيا كانت، لكن أقول هالمرحلة أو مع هذا الفريق أو بهذا الشعار تحقق لك منجزات عظيمة جدا جدا خلت الجماهير تتعلق بحمد الله. عشان كذا أنا أقول بالعكس رسالة لعبد الرزاق حمد الله أنه حافظ على هالشيء، استمر في قلوب الجماهير النصراوية، ما صنعته مع نادي النصر شيء عظيم لن يتكرر، وأمامك المستقبل أيضا لزيادة هذه المنجزات وزيادة حبك في جماهير في قلوب جماهير نادي النصر. أنا متأكد أنه حمد الله لو استمر على هذا المنوال واستمر موسمين مع النصر ستجد حمد الله بعد 40 سنة حتى يمكن لو يجي العمره هنا ستجده يذكر في قلوب ملايين من جماهير النصر.